مبسوطة أكيد إنه كنت سبب لتوعي كتير سيدات من هالمرض. وأنا تقريباً حكيت كل شيء بهالسنتين اللي قطعوا عن أنا شو صار معي وكيف تعالجت وين وصلت وكيف هزمت المرض بمحبة مثل ما قال الدكتور، ما خفت، كفيت حياتي عادي. بس بضل عنا شيء نقوله، لأنه كل مرة بنحكي شيء في سيدة وحدة أو أكثر رح تسمعنا. بدي أقول لكل سيدة رغم كل الظروف اللي عم نعيشها، في سيدات بتأجل هالشيء، بتقول إنه هلأ مش وقتها، اليوم في تسكير طريق، اليوم في مظاهرة. لا، صحتك أولويتك. إذا خسرتي بتخسري حياتك، بتخسر عائلتك، ما في شيء بيتقدم على أولوية صحتك بالحياة. اليوم بدي أقول أنا فخورة فيك كتير هاني، فخورة بالدكتور مروان، كل الدكاترة اللي عم يفتحوا مجال قدامكم لتكونوا خلاقين ومبدعين بمجالاتكم. هيدا إنجاز نوعي، إنجاز ذكي، بخلي كل ست تتذكر موعد اللي بدها تعمل فيه فحوصاتها. وبدي أقول أخيراً إنه العلاج الوقاية هي خير من أهم علاج. قد ما تكتشفي على بكير قد ما تخففي على حالك وجع وعذاب، ويمكن تخففي فوق، يعني ما يطلع بحياته عندك بس تقدري. او ماي جاد دكتور اتس هارد، انا بعرف غني هون عم ضلهم بتلفي. ام سوري. لسا قابلنا اليوم، شو شعورك انه انت مرض سرطان الثدي صرت من الوجه الاعلاني والداعم للمراه حتى تتخطى هذا الامر؟ يعني اكيد كل انسان بيقدر يساعد بطريقته، انه يساعد انه يحقق شيء بحياته، بحياه كل انسان ما بيزعل. انا من خلال فني طبعا قدرت اوصل مساج توعي كبير، وبعدني عم بشتغل على هالشي لأنه صارت مثل قضيتي يعني. وأنا طبعاً اليوم مبسوطة بالمبدع هارية فرحة يلي عمل الابليكيشن يلي بتخلي كل ست إنه بتذكرها مرة واثنين وثلاثة. ابليكيشن كتير حلوة إنه ما تنسى تعمل فحوصاتها، لأنه الحياة وصحتها أهم شيء بالحياة. شو كنت عم بتفكري وقتها كنت عم تلقي الكلمة؟ لأنه حسينا قديش أنت زعلانة وكأنك رح تبكي. لا، ما كأنه رح ابكي، تلبكت شوي وبس. لسا اليوم تمنوا يا ريت انت كنت وزيرة الصحة. ما بتمنى ابدا اكون وزيرة بهيك حكومة.